ورحمة الله. اليوم يا اخوان بدي اعرفكم على نوع من الاصالات اسمها اصالة الدم. هاي اصالة الدم حي زعرة، بتكون زعرة شايفين زعرة، وايش مشكلتها؟ انها مجنونة، يعني معظم اصالات الدم مجنونات شوي، في منهم عكليت، كان عندي مرة واحدة عكلة. المهم اصالة الدم سموها اصالة الدم بناء على لونها، هي حكيت هاي حي زعرة، ممكن يسلطوا لها لمتر ونص ممكن، لكن بتكون خميلة خميلة من الوسط زي ما انتم شايفين. وش اسمه حكيت هاي الاصلة شايفين بتقفز قفز، يعني ولا لحس لا دع، يعني بجوز تنط تطير على الكنبة. المهم هاي شايفين نطط وكحت ولا لحسن، يعني مجنون هاي. المهم افعى ثقيله وخبيله وجميله جدا، بس مجنونه ولا لحسن ولا لحسن. استنى شوي، هاي بكت عندي فرخ صغير مرزرزه، خلاص اقعد اهدي تخلينيش اعصب، اهدي. وليه؟ هذا هي بداخل الغيور. خلاص اهدي. عضت حالها، شفت؟ عضت حالها وجرحت حالها. مجنونة. هاي الحية ولا لحسة خميلة وتكيلة، إذا لفت على إيدي وعضتني لتمزعني مزع قوية. المهم أصلة حلوة جميلة، بس شو مشكلتها؟ وزعرة، يعني بتخمل بتبين زي الحياة الزعر. هيك أخذت وضع شو؟ انقضاض. أرجوك يا أفعى، أرجوك بالسريع لا يتحمل. شفتوا كيف بتقفز بتنط بتطير بتوقع، ما بهمها شيء. المهم هاي أصلة جميلة جدا وحلوة، وبحب أربيها لتياسة مخها ولا لحسة. أرجوكي مثل ما ترى كيف عضت حالها بعد. المهم زي ما قلت لكم سموها أصلة الدم بناء على لونها، أصلة شرسة جدا، يعني ما بتطول كثير، ممكن توصل لمتر ونص، المتر ونص طول شايفين. هاي قديش فيها؟ بجوز متر وعشرين، لكن بتخمل وبتبين أفعى زعرة، كيف الأفاعي الزعر اللي بيبكوا صغار وخمال زي حية فلسطين، في ناس بيقولوا لها الزعرة شايفين. طبعا هاي أصلة عاصرة قوية جدا، عندها عضلات قوية. شوف عضت حالها شو سوت، برت حالها، دير بالك تنط عليك. شايفين راسها محلاه، راسها بجنن. شايفين مصراعها بالضرب، سريعة جدا سريعة سريعة. يا سلام، هاي مرة لفت الحية، هاي مرة لفت حالها وعصرت حالها، بتصدقوا مجنونة. حبيبي شو الشكل بتسوي جسمها؟ طلع طلع شايفين، ونطط وصلت هان، بس ما كانش ابراهيم لسه يصور.
شوف كيف ضرباتها.